أيام قليلة تفصلنا على موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 10 من تشرين الأول، وخلال هذه الفترة الحرجة ترتفع أصوات المواطنين بالمطالبة لمشاركة الجميع في محافظة الأنبار وإعطاء فرصة للشباب للوصول إلى قبة البرلمان العراقي ومنع المتهمين بالفساد من الخوض فيها. ندعو أبناء محافظة الأنبار وخاصة مدينة الرمادي في المشاركة في الانتخابات، ومن يستحق الشخص المناسب حتى يكون قادر على بناء هذه المحافظة. المشاركة ستكون واسعة بإذن الله. نحث الشباب، أهلنا، نحث الناس الخيرة أن لا يتركون أصواتهم تذهب بدون جدوى. إن شاء الله المشاركة كلش واسعة، وأكو يعني كمية شباب يعني جاي أشوفها، لأنه يعني مقدمين على الانتخابات، وهذا الشيء يعني قدمنا أمل إنه إن شاء الله نقدر نحقق شيء. المراقبة الدولية على الانتخابات المقبلة تتصدر المطالبات الشعبية في محافظة الأنبار، على الرغم من الإقبال الكبير على مشاركتهم الواسعة في الانتخابات خوفا من التلاعب في نتائجها، هذا ما أكدها المراقبون. حقيقة نطالب بمراقبة كبيرة للأمم المتحدة، خاصة في الانتخابات القادمة اللي هناك تخوف من وجود تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات وعدم إيصال صوت الناخب إلى المرشح الذي يرغب في ترشيحه أو في انتخابه، لا سيما أن هناك ننتظر أغلب الشعب العراقي اليوم ينتظر 10/10 لكي تكون هناك فاعلية وكثافة في المشاركة في الانتخابات المقبلة. هذه الأيام تشهد تنافسا سياسيا، لا سيما أن الكتل السياسية تسعى للحصول على أصوات كافية للفوز في الانتخابات. ويتأمل المواطن الأنباري خلال مرحلة الانتخابات المقبلة بأن تظهر شخصيات وطنية وطاقات شبابية تكون قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي وكشف مصير ملف المغيبين في المحافظة. من محافظة الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.